بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب الحكم العطائية للإمام الشيخ تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري المتوفى سنة 709 رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده. هنا بيتكلم على مقامين عند الصوفية، مقام يسموه مقام الفرق أو البقاء، وده مقام ثاني يسموه مقام الجمع. كويس. فبيقول هنا: من عارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته. أشار يعني إيه؟ يعني له إشارة، يعني له فعل، يعني له كلمة، يعني له وجود. يبقى هو له وجود، يبقى يسموه إيه؟ مقام البقاء. لسه باقي مع نفسه، لسه عايش مع نفسه، واضح؟ يسموه مقام البقاء. وده مقام عند الصوفية أدنى من مقام يسمى الفناء، ومقام الفناء عندهم أعلى من حيث ترقي العبد لا من حيث التأسي بالشيخ. خد بالك، لأن في الشيخ المربي لابد أن يجمع بين البقاء والفناء، وإلا مش هيربي. لو فاني على طول بقى مجذوب لا يقتدى به، ولو بقي على طول يبقى محبوب، والجامع بينهما هو الذي تعض عليه بالنوال. تجده مع الخلق دليلا ومع الحق مقاما، اللي هو المقام النبوة الكبير الوارث المحمد. الوراثة النبوية المحمدية كده عينان، عين على الحق وعين على الخلق. فعين على الحق عين الجمع، عين الفناء فلا يرى سواه، والعين على الخلق عين الفرق، والجمع بينهما هو المقام الكامل. واضح؟ فمن كان مفروق على طول يبقى محبوب، ومن كان مجموع على طول فانيا على طول يبقى غائب مجذوب، والاثنين لا يقتدى به، وان كان مقام الفاني اعلى لنفسه لا لغيره. واضح؟ وعشان تعيش ولا تنايه. ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، كأنه فوجئ بوجود الحق لأنه كان مع نفسه، فلما جاء يشير وجد الحق عنده فوفاه حسابا. فهم؟ فيبقى كأنه كان في حجاب فلما أشار وجد الحق، يبقى له إشارة وبغت بالفناء بعد البقاء. يبقى بيوصف على حال واحد كان باقي في مقام البقاء. طيب، بل العارف مين بقى؟ من لا إشارة له لفنائه لوجوده وانطوائه في شهوده. تلاقي مش شايف أصلا سوى الموجود، هو ده المقام اللي لما تلبس بيه اللي قال ما في الجبة إلا الله فهموه غلط، لأنه لا يقتدى بكلامه لأنه صار ثانيا، صار لا يؤاخذ على كلامه لأنه صار في عالم غير العالم، كأنه عنده غيبوبة روحانية، غاب عن الحس وغاب عن كل شيء، فصار لا يتكلم إلا بالحقيقة، والحقيقة أن الله موجود وما سواه موجود به، فأنا موجود مع الله، مش دي الحقيقة؟ فهو تكلم بلسان الحقيقة. فقال لهم ما في الجبة إلا الله، أي ما في الكون إلا الله. الجبة هنا رمز الحجاب، وليس الجبة اللي لابسها، هم بيفهموها غلط خالص وبيتكلم على حاجة ثانية، هم بيفهموها الجبة اللي لابسها. لا، يعني إذا رفع الحجاب لا تجد إلا الله. فالجبة رمز الحجاب، رمز البقاء، فارفع الحجاب تقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا. فهمت بقى المعنى؟ ادي كلامهم الملغي، اللي بعض الناس اللي مش فاهمين الاولياء ومقاماتهم وتدرجاتهم
يسيب فهمهم، لأن أنت بتحاول تفهم كلام الفاني وأنت في البقاء، فيصعب عليك. ثلاثة أمور تلتبس عليك، فما ينفعش. لازم تصور نفسك أنت في حال بتتكلم على لسان الباقي، فإذا تكلمت على لسان الله هتقول إيه؟ الله من أهوى ومن أهوى الله، شيل أنا، يبقى أنا دي هي الله، لأنه لما فنى عن كل ما سوى الله ما بقي إلا الله، فصار الله هو أنا الذي يستحق أن يقول أنا مين الموجود بحق. أنت مالكش أنا بذاتك، لأن لا وجود لك أصلا، فتقول أنا إيه؟ أنا أنت مين؟ أنت تراب ابن تراب، والتراب أصلا عدم، مش كده برضو؟ يبقى الذي يستحق أن يقول أنا بس هو الله في الحقيقة، ومن قال أنا فهو محجوب ببقائه مع نفسه ومع الأكوان، كإبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، حجب بذاته وبنفسه وبوجوده المجازي عن الوجود الحق، فتكلم بالأنا. فاللي يتكلم بالأنا مع الحجاب أشرك، ومن تكلم بالأنا مع الفناء تحقق. واضح؟ فهمت يا سيدي؟ فاللي يفهم كلام الأولية لازم يحط الولي في مقامه الأول. هو بيتكلم من أي مقام؟ لو بيتكلم من مقام البقاء وقال أنا يبقى مشرك، فهم؟ ولو بيتكلم من مقام الفناء وقال أنا يبقى متحقق، أنا بتاعته دي هي الله. وعشان كده قال إيه؟ سبحاني ما أعظم شاني. أبو زيد البسطان قال كده، سبحاني ما أعظم شاني، يقصد الله، لأنه فنى عن كل ما سوى الله فلم يجد إلا المسبح، فسبح المسبح نفسه على لسان وليه حيث غيبه في وجوده، فصار كلامه ليس كلام من البقاء. فلو سمعت كلامه وقلت هو في مقام البقاء تقول كافر، ده مجرم، ده بيسبح نفسه. سبحاني ما أعظم شاني، ده مجرم. يبقى لازم تفهم ان هو كان في غائب تماما فبيتكلم على لسان الموجود وهو الله. واضح؟ فلما يبقى ربنا بيقول سبحاني ما أعظم شاني، كلام وحش؟ كلام حلو. سبحاني ما أعظم شاني، كلام الله عظيم. سبح نفسه قبل أن يسبحه المسبحون. ويبقى سيدنا أبو زيد البسطامي لما تيجي تقول له أنت بتقول إيه يا أبو زيد، يقول لك فين أبو زيد؟ بحثت عنه منذ 40 عاما لم أجده. لما سألوه على نفسه يقولوا له فين أبو زيد؟ قال لهم مين أبو زيد؟ وهو أبو زيد. فقالوا له نبحث عنه، قال وأنا أبحث عنه منذ 40 عاما لم أجده. يبقى ده في مقام تاني، حتة تانية، مش شغلانة تانية، ده بغيبوبة روحانية تامة، حيث أنه كان يعبد الله في داره، وفي وسط داره شجرة، ودخل عليه أحد تلامذته بيقول له منذ متى هذه الشجرة؟ قال هل في بيتي شجرة؟ شيء عجيب، وهو يسكن في البيت بقاله 40 سنة. يبقى دي ناس بقى بتتكلم على حالة تانية إحنا مش مدركينها. هو عايز يشير لك لكده، الشيخ ابن عطاء الله عايز يشير لك ان بعض الاولياء بيصلوا الى حال يتكلم على لسان الحق لا على لسان الفرق، فاهم؟ وعلشان كده تلاقي ايه؟ يقول لك بل العارف من لا اشاره له لفنائه، ما يشيرش لنفسه، ما يقول انا ما يقصدش انا، يقصد ربنا. لا اشاره لنفسه لفنائه. سبحاني ما اعظم شاني، الياء هنا ياء تعود على المتكلم وهو الله، مش عليه هو، لأنه لا إشارة له. خلاص، لفنائه لوجوده، أي بسبب وجود الله، أو لفنائه عن وجود ذا نفسه، تنفع الاثنين. وانطوائه في شهوده، فانطوت البشرية ولم يبقى إلا الربوبية، انطوت العبودية ولم تبقى إلا الربوبية. فالتحقق بالربوبية حقائق، والتحقق بالعبودية شرائع. واضح؟ والجامع بينهما هو الجامع بين الحق الذي يقتدى به ويتعلم منه، وغيره معذور.
إما حجب بالوجود الأصلي عن الوجود الفرعي وهي الأكوان فصار فانيا، أو حجب بالوجود الفرعي عن الوجود الأصلي فصار محجوبا بالأكوان عن المكون. واضح؟ فهم؟ ما خلاص بقى، ده اختصار اللي قلناه، ده اختصار اللي قلناه. راح على يا الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليه أحاديث قدسية مش كده؟ بيتكلم على لسان الحق مش كده برضو؟ يقول الكبرياء وردائي. طب مين اللي بيتكلم؟ ده النبي. طب الياء الخطاب هنا تعود على من؟ على الله. الكبرياء وردائي، يبقى هنا النبي بيتكلم في الحديث القدسي بلسان الفنان، صار كلامه هو كلام الله. الكبرياء ردائي من نازعني فيهما، والعزة إزالي من نازعني فيهما قصمت ولا أبالي. فرمز الكلام حال الفناء يساوي الحديث القدسي، ورمز الكلام حال الفرق للدلالة على الله هو الحديث النبوي. فالأولياء لهم نصيب من الحديث النبوي والحديث القدسي للتحقق في الأحوال، فهم؟ فالوارث الأصلي إذا تكلم على لسان الحق كأنه الحديث القدسي بيتكلم، يقول لك سبحاني ما عبر شان، يبقى ربنا بيقول كده مش فلان، ده ربنا هذي، فهم؟ ولما يجي يتكلم بالإشارة للخلق يبقى بيتكلم ليدل كالحديث النبوي، يكلمك ليدلك. واضح؟ سهلة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يبقى رمى بالظاهر وفي الحقيقة من اللي رمى ربك. فهمت بقى؟ يبقى أهل الفرق شافوا رمى، وأهل الفناء شافوا الله هو الذي رمى. يبقى الآية بتكلم النوعين، أهل الفرق وأهل الحق. واضح؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أهل الفرق شايفين النبي بيبايعه، وأهل الحق بيبايع ربنا. واضح؟ أهل الفرق شايف أنه بيستلم الحجر، وأهل الحق يرى أن الحجر يمين الله في الأرض. فهمت بقى يا سيدي؟ الحكاية سهلة؟ عايز توضيح أكثر من كده؟ ممكن، بس الجمعة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.